عيد ميلاد أميتاب باتشان 70 كان حديث الصحافي، ويبدو أنه عيده 75 ما رح يكون أقل. فعائلة باتشان قررت الاحتفال هاي المرة ولكن بطريقة جديدة. بنته شويتا باتشان ناندا وابنه أبيشاك باتشان وأولادهم رح يسافروا لجزر المالديف بكرة لبدء تحضيرات الاحتفال الكبير. أما كنت أميتاب أشواريا راي فأكيد ما رح تفوت هالحفل، ورح تتجه لعندهم بعد تصوير فيلم الجديد فاني خان لتحتفل مع العائلة.